هالجبران رجع نفش ريشه بفرنسا. بتقول منين جايب هالقوة ليتحدى السيد حسن ويلف عن به بري ويسمع القوات انه ممكن نرجع الحب القديم ويهاجم سليمان فرنجية ويضرب الكل من فجوة غميق. يا بقوله ملوش مش عايز اشوف وشكم. معالي اصله صحافي بحب التسريب مثل ما عمل قبل انتخابات 2018 النيابية وقت اللي سرب كلام لإله سمى فينا به بري بلطجي ورجع قال انه ما كان عارف انه رح يتسرب. في عندي محتلة اوقات ما بدي احكي عن حالي بس اني بعرف في ناس بيقولوا انه عندي ذكاء. اعتمد نفس الوسيلة قبل الانتخابات الرئاسية تيعلن رفضه لترشيح سليمان فرنجية لانه مثل ما بتعرفوا اجتمع من شهر مع السيد حسن والسيد لمح له لاحتمال دعم حزب الله لفرنجية، فما ممكن بتصريح رسمي يقوس على فرنجية بعد هالحكي. فكرنا نعمل ايه؟ انا نتجنب الفراغ ودول فنتفق على رئيس في القدر والايد. فاذا الوزير باسيل عم بيحكي مع السيد اولا وعم بيقول له ولو تسريبا انه انت ما بتمون علي. والله يا جبران شو قوي، والله منك هين ابدا بصراحه. طب يلا بقى اتكل على الله عشان الليلات تعدي على خير. وشو بيقول معالي كمان؟ قال ما في رئيس من دوننا. وبعدين شو ما بدكم ضمانات ومطالب بدون ما اطلب العطايه. وكل العالم قالت لي حالهم علي انه قول شو بدك لمرت الجيل لبدكم اياه. اوف بصراحه. هلا هيك صارت يا عمي كل اللبنانيه ومعهم سفر الدول فهمانين الوضع اللبناني غلط. كلهم مفكرين انه حزب الله هو الرقم الصعب وانه ما بيجي رئيس بلبنان بدونه. طلع مش صحيح. طلع جبران الصنديد اللي ما بتسقط شعره من راسنا من دون ارادته. بس سؤال بالمناسبة معاليك، كيف يعني ما بيجي رئيس من دونكم؟ ليش كم نايب عندك من غير شر؟ 50-60 الراس سعرك 19 نايب. طيب كيف ما بيجي رئيس من دونك؟ ليش عمين بتمون على نواب من غير كتلتك؟ وما بعرف أساساً إذا بتمون على كل نواب كتلتك. يا ريت تشرح لنا كيف؟